هذا الدرس من أهم الدروس في الإيفي، كيف يتم عمل تون شيدر بواسطة إيفي بدون أي إضافات أو بدون أي إكستنشنز. أولا هيكون في ماتيريال هنسمي المسير دي وليكن تون، بعد كده نذهب ممكن نفصل هذه الشاشة. ومن الأشياء المهمة لو ضغطنا هنا وإس لازم مباشرة إلى الشيدر إيديتور. هنحذف البرنسبل مش هنحتاجه، هنحتاج ديفيوز. أولا من الجهة اليسرى نحتاج ديفيوز، أهم شيدر شيدر 2 RGB، وبعد كده color ramp. هل هنحتاج أي شيء آخر؟ مش هنحتاج أي شيء آخر. هنحول الشيدر، هنحول المعلومات في الشيدر إلى color، إلى color information. بنحول الشيدنج information، بنحول المعلومات المعلومات اللي هنستخدمها في الإضاءة إلى color، ثم ندخلها على color ramp. هل نحتاج أي شيدر هنا زي نوصل لون أصفر إلى لون أخضر؟ لا، ما فيش أي مشكلة، طبيعي ده متاح في 2.8. الوهلة الأولى في البريفيو اتغير الوضع وأصبح تون شيدر، لكن ممكن طبعا يكون أفضل من كده عن طريق الكونستانت. ممتاز، هنغير الكالر ولكن الكالر يكون بهذا الشكل. اللون الأسمر هيكون وليكن هكذا، وهذا اللون هيكون خلينا نشوف البريفيو. فإذا في البريفيو مع تغيير اللايت بتتغير الانفورميشن. اللايت وليكن 400، طيب تمام. في ده كده في البريفيو، فاحنا هنغير هنا هذا اللون. تمام، يبقى كده ممتاز جدا. حتى بيتم التغيير على حسب المكان. فهو ده التون شيدر اللي بنتحدث عنه ببساطة شديدة. من أولا بنبدأ بالديفيوز، ثم الشيدر 2 RGB، ثم الكالر رامب، ويتم تغيير الكونستانت، ويتم تغيير الألوان على حسب الألوان المطلوبة. ده طبعا بدون أي إضافات ببساطة شديدة. هو ده التون شيدر. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم.